لأجل أن نجدد نوايانا، ما من أجل أن نسمع شيء سمعناه مرارا. كلكم سمعتوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا أي شيء، أي مكان. حديث يذكرون الله، وحديث آخر يقرؤون القرآن، يتلون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم: إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. يعني مو الفائدة من ذكرك ذا الحديث، الفائدة من ذكرك ذا الحديث تقول: يا ربي ارزقني أن تحفني الملائكة، يا ربي ارزقني. يعني تكون نيتك عندك نية أن الله أنك تذكرني عندك، تكون تجدد هذه النوايا، أن تنزل علي في قلبي السكينة، أن تغشاني منك الرحمة. يعني هذه النوايا تكون إيش؟ تكون مطالب عندك، تكون أهداف. وعد عدد ما شئت من الأهداف والفضائل والنعم الكثيرة التي تريدها أن تتحصل عليها، لأنك أنت في بيئة يعني لا توجد في أي مكان، وفي مكسب عظيم، وهي قربة تتقرب بها لله سبحانه وتعالى. البقاء في حلقات الذكر واحدة من العبادات والقرب التي تقرب بها لله سبحانه وتعالى. الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. فهذا فضل عظيم. فنجدد النوايا، مقصود الكلام نجدد النوايا من البقاء هذا. نعم. وعندما يكون الإنسان في موضع تغشاه فيه الرحمة تنزل عليه السكينة، فهو أقرب ما يكون إلى الله، يتوجه إلى الله بالطلب، يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالتضرع ولو قلبيا: كيف الله يغفر لي، كيف الله يرحمني، كيف الله يهديني، كيف يبارك في أهلي ولدي، كيف الله يصلحني، كيف الله يرزقني حسن الخاتمة. لكن اكتفي في قالوا يعني تنزلت عليهم السكينة، السكينة من الله سبحانه وتعالى زيادة إيمان أو سبب لرفعة الإيمان. هو الذي أنزل السكينة، هو الذي من هو؟ من هو؟ جاوبوا: من هو؟ الله. الله بقوته وقدرته ورحمته وفضله وجوده وكرمه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. متسويهم في السكينة، متسويهم ليزدادوا إيش؟ أحسنت، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هناك درجات عليا من الإيمان. ما تقول يسدني، من يسد أحد منكم يسد من الإيمان؟ ويسده يرفع يده، هل سدنه؟ ما أحد. ويبقى زيادة يرفع يده، يعني يرفع يده من تنتهي الحقيقة. أيوه. محتاجين، ضعيف إيماننا. إن مؤمنين لكن ازداد إيمانهم، سبحان الله. إنما المؤمنون، يعني أهل الإيمان أصلا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هم مؤمنون في الأصل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم زادتهم إيمانا، يعني إيمانه إيمانه إيمانه. وهذا يتكلم عن الصحابة، إيمان الصحابة. هذه الآيات نزلت في الصحابة، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وبعد بارك جلست تفكر في بلال، بعد كيف ذا إيمان أكثر عن ذا الإنسان؟ كيف بعد هذا ذاك العذاب وهذاك النكال الذي أصابه، ذاك الألم المعروف، وهو يقول: أحد أحد لا يتراجع أبدا. وبلال يعني كان حي في ذاك الوقت نزل عليه هذه الآية، وبعد يزداد إيمان، بعد يزداد. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الصحابة الأجلة الكبار الأوائل من المهاجرين والأنصار، قل ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. فلما جيت فكر قول: أنا أصلا بعد ما وصلت حتى درجة الصحابة هي بعد. فمعنى الكلام يكون عندك طموح، يكون عندك رغبة، ويكون عندك شيء آخر مهم جدا جدا جدا، وهو يكون عندك افتقار واعتراف أنك ضعيف وأنك قليل وأنك بسيط وأن بعدني بعيد، بعد هناك شيء درجات كبرى. ما تقول يسدني، أيوة، لأن في بعض الأحيان الواحد يتصور عمره يقول: خلاص أنا مطوع عود أصلي، أصلي مدين إسماعيل مرة من لا لا لا، قل بعد هناك واجد أشياء بعد ما وصلت لها، بعدها طعم أذواق غريبة، هناك طعم أذواق غريبة بعد ما ذقت أنا، أذواق روحية. فتجلس دائما في حلقات الذكر، خطب الجمعة، الدروس، تجلس بالافتقار، هذا مهم جدا، افتقار محتاج، تجلس بالاحتياج أنك محتاج هكذا. نعم محتاج. حلو. اليوم حديثنا يا إخوة ما حديث نجيب مسائل، ما في فقه الصيام ولا مسائل، حديثنا هنا حال هذا القلب، هذا القلب كيف ذا القلب يصلح، كيف هذا القلب فعلا يزداد فيه الإيمان. أسألكم سؤال وجاوبوني: الله قادر ولا ما قادر؟ كريم ولا ما كريم؟ غفور ولا ما غفور؟ رحيم ولا ما رحيم؟ خلاص نتعامل معه، نتعامل معه مباشرة، نطلب من خزائنه هكذا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل خزائن عنده، ومنها النقص اللي عندي إيماني ويقيني وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى عنده، فإذا أطلب ذلك منه مباشرة.